السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم من السنه الثانيه؟ معكم زميلكم معصم في الفرقه الثالثه، باذن الله النهارده هنشرح اخر بارت في محاضره السمول اند لارج انتست. لو صوتي بطيء شويه ممكن نسرع الفيديو عادي وان شاء الله ما يكونش فيه مشكله في الصوت. اول حاجه نبدا ندعي لزمايلنا، ربنا يرحمهم ويغفر لهم، وندعي لشهدائنا في غزه، ربنا يرحمهم ويثبت اللي عايشين يا رب، وربنا يتولاه. هندعي دعاء قبل المذاكره عشان ربنا يسهل لنا. اللهم اني اسالك فيما النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فهمني كما فهمت سليمان، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. النهارده باذن الله هنشرح السمول انتستين واللارج انتستين. السمول انتستين كلها ديدينا وجيجينا والاليوم، واللارج انتستين الاجزاء دي منها سيكم وفيرمي فورم ابندكس والاسندنت كولون ترانزفيرس والديسندنت كولون. كميديال جي اي تي، المفروض ان الجي اي تي بيبدا من الماوس للانوس، كماوس فارينجس وايسوفيروس والاستومك، وبعد كده الاستومك بتنتهي ببوابه اسمها البايلورس. البايلورس بعد كده بتخش على السمول انتستين. اول جزء في السمول انتستين هو ديدينا، بعد كده جيجينا، بعد كده الاليوم. الاليوم بيفتح في السيكم، ودلوقتي بتبدا رحله اللارج انتستين. سيكم وبعد كده اسندنت كولون، بعد كده ترانسفيرس وديسندنت وسيجمويد كولون، بعد كده ريكتوم وانس او انال كانال. اول جزء هو الديودينم. في البدايه الديودينم اسمها الاثنى عشر، واحنا في البدايه كنا بنقول عليها الاثنى عشر. ايه سبب تسميتها الاثنى عشر؟ كمعلومه يعني، ان زمان اللاتينيين هم بيدرسوا الطب ما كانش عندهم وحده القياسات اللي هي السنتيمتر والانش اللي احنا بنستخدمها دلوقتي، فكانوا بيلجأوا ان هم مثلا يقيسوا السمول انتستين واللارج انتستين اي حاجه في الطب مستخدمين صوابعهم، بيستخدموا اصبع السبابه. الديودينم لما قسوه لقوه 12 اصبع، فسموها الاثنى عشر عشان كده كمعلومه يعني. نبدا يلا. الديودينم، الديودينم هو الشورتست والوايدست والموست فيكسد بارت في السمول انتستين، يعني هو اقصر واوسع بارت في السمول انتستين. موست فيكسد يعني ماسك في البوستيرور ابدومينال وول، ماسك هنا في البوستيرور ابدومينال وول كويس باحكام، وفي سسبنسوري ليجامنت ماسك فيه كويس، يعني متثبته في مكانها مش في رير الموبايل. قبل ما نخش على الكلام ده عايزين نشوف صوره كده عشان نقدر نفهم الكلام. علماء البطنه اللي هم بتوع الطب وبتوع الجراحه قسموا الابدومين لتسع مناطق عشان يسهلوا الحفظ ويسهلوا العمليات الجراحيه وكده. الليفت هايبوكوندريوم والايبي جاستريك ريجون والرايت هايبوكوندريوم والامبلايكال ريجونز اللي هو هنا، والليفت لمبر والرايت لمبر، وليفت الياك ريجون ورايت الياك ريجون وهايبوجاستريوم. طيب احنا دورنا ان احنا نعرف كل جزء او كل بارت ندرسه في انهي بارت من دول، في انهي جزء من التسع اجزاء دول. احنا دلوقتي بندرس الديدرم. الديدرم شكلها عامل ازاي كده في الابدومين من بره بالظبط؟ الابيجاستريك اللي هي الاستومك، الاستومك بتكون هنا تنتهي في الايه، في بدايه الابيجاستريك ريجن عند الايه البوابه بتاعتها اسمها الايه البايلورس، دي نهايه الاستومك. بعد كده من بدايه البايلورس بيبدا الديودينم كده كسي شيبد، تكون عامله كده سي شيبد، هي في الابيجاستريك ريجن وهي في الامبلايكال ريجن. هي عامه هو الامبلايكال دي بتكون تحت شويه لان هي فوقها، يعني هي فوق الليفل بتاع الامبلايكال، هي عامله كده وهي سي شيبد كده، فهي بتنزل بتبدا كده كسوبيريور بارت وبتستند بارت و ترانزفيرس بارت وبتطلع تاني واخده السي شيب. تمام، نمسح ونشوف تاني. هي بتبقى عامله كده بالظبط، بدأ من البايلورست في الابيلاستيك ريشن ونازله في الامبلايكال ريشن. ده شكل الديودينم على التقسيمه بتاعه الابدومين. كمان هي من اليمه الثانيه بدأ من اللمبر 1 فيرتبري، هي بتشغل الثلاثه، بتبقى قصاد الثلاثه لمبر فيرتبري اللي هم L1 وL2 وL3، بتبقى ماسكه او بتبقى بالجوينت مع الاستومك من بدايه البايلورس. هنا البايلورس عند الجزء البايلورس عند ال L1، دي بدايتها، دي الفيرست بارت من الديودينم عند ال L1 او ال L1 فيرتبر. بعد كده بتنزل ك ديستندنج بارت، الديستندنج بارت بتاعها ده بيكون اطول بارت فيها وبياخد من ال L1 وال L2 وال L3 كده. بعد كده الترانسفيرس بارت بتاعها بيكون عند ال L3، وبعد كده بتطلع تاني، بتطلع تاني وده اخرها. اخرها بقى بتكمل كجوجينم، هي بقى بتجويند ويز الجوجينم عند ال L2 فيرتبرا، L2 فيرتبري اللي هي اللمبر 2. تعالوا نشوف الكلام ده في نظري. الديودينم از سي شيب تيوب، شكلها سي 25 سنتي او 10 انش اللي هي البوصه، البوصه بتكون 2.5 سنتي فهي 25 سنتي. اطول ما تفرقش معايا قوي. اهم حاجه اعرف هي في انهي ريجن في التقسيمه، ابيجاستريك وامبلايكال ريجن زي ما شرحت. هي فوق الليفل بتاع الامبلايكس المفروض، بس هي الصوره بس هي الامبلايكس العاليه والله. ات اوبزايت ابر 3 لمبر فيرتبري، يعني هي قصاد ال L1 وال L2 وال L3. بدايتها ان هي بتجون ويز الايه الاستومك، يعني هي بتبدا مع الاستومك، هي بجوينت ويز الاستومك في ال L1 فيرتبري. دي اول منطقه ليها او الفيرست بارت ليها. بعد كده هي في جوجينوم عند ال L2، عند ال L2 فيرتبري لان هي بتطلع تاني، يعني هي بتبقى عامله كده بالظبط، بتبدا من ال L1 عند الابيجاستريك وبعد كده بتلف 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 وبتطلع تاني، فبتكون شكلها زي السي شيبد. فهي هنا كده عند ال L1 فيرتبرا بتمسك في الاستومك اللي هي كده تمام، وبتنتهي هنا كده بتجوينت مع جوجينوم وبيكمل تحت كده لان هي سي شيبد فبتطلع تاني. لكن هنا ادي ال L1 هنا، ال L2 هنا، وال L3 هنا. تمام، سوري يعني على الرسم بس يعني عايزه اوضح شويه. السي شيب بتاع الديودينم بيكون فيه الهيد بتاع البنكرياس، يعني هو الهيد بتاع البنكرياس هو ده اللي عامل السي شيب ده اصلا. تمام، ات ريسيف اوبننج من البايل والبنكرياتيك دكت، ودي هنعرفها بالتفصيل قدام اكتر. تمام، نمسح.
اتمنى الجزء اتمنى الجزء ده يكون مفهوم. تمام، عندي شكل سي شيب ده اهي، سي شيب والبنكرياس بتكون هنا، الهيد بتاعت البنكرياس بتكون قاعده في السي شيب ده كده. تمام، دي برضو اهي في الابيداستيك ريجنز، والناس اللي عند الامبلايكس المفروض هي فوق الليفل بتاع الامبلايكس، بس يعني هنا عاليه شويه. البيريتونيال البيريتونيال ريليشنز بالنسبه للديوتينوم، الديوتينوم اصلا ريترو بيريتونيال. يعني ايه ريترو بيريتونيال؟ يعني هي ورا البيريتونيال اصلا في البوستيريو ابدومينال وول، هي فيكس في البوستيريو ابدومينال وول زي ما قلنا ان هي الموست فيكس بارت من السمول انتست، هي بتكون ورا ماسكه في البوستيريو ابدومينال وول باحكام، فهي بتكون موست فيكس ما عدا، يعني هي ريترو بيريتونيال كلها ما عدا الجزء اللي خارج منها او داخل في البيريتونيال، بيكون الفيرست بارت الفيرست انش من الفيرست بارت، اول جزء خالص بيكون فين؟ ماسك في الاستومك. تمام، فهي اصلا عند الاستومك كده بتكون في حاجه اسمها ليزر اومنتوم، بص تحت كده في الصوره دي ليه بالقلم، تحت كده عند الكيرف بتاع الاستومر ده اهو والليفر، بيكون في حواليهم حاجه اسمها الليزر اومنتوم ماسك فيها. الليزر اومنتوم ده عباره عن طبقتين من البريتونيوم، من البري من البريتونيوم سوري، هي بقى اول جزء من الديودينم ماسك مع الاستومك في الليزر اومنتوم ده. تمام، فهو بره البريتونيوم سوري، هو جوه البريتونيوم لان هي كلها ريترو بريتونيوم، فهو خارج منها، هو يعتبر ان هو مع البريتونيوم مع الاستومك. تمام، هنا كده البيلوري، ودي الفيرست انش من الفيرست بارت من الديودينم اهو، فيرست انش من الفيرست بارت اتاتشد اباف الليزر اومنتوم وبيلوم بالجريتر اومنتوم، طبعا تحت كده برضو الجريتر اومنتوم تحت كده ماسك فيها برضو وماسكها باحكام، ده الفيرست بارت. طيب اخر بارت او الفورس بارت، الفورس بارت اللي هو بيكون تحت ثواني، اما الفورس بارت بيكون سسبند باي سسبنسوري ليجمنت. سسبنسوري ليجمنت ده ليجمنت من فايبرس تيشو كده ماسك في الفورس بارت او اخر بارت من الديودينم، طبعا الفيرست بارت من الديودينم عشان هو ماسك في الاستومك فبيكون بره شويه، يعني بيكون انتيرور بالنسبه لمستوى الديودينم، واخر بارت برده بيكون انتيرور عشان يروح يمسك في الجيجينوم فبيكون انتيرور شويه. ماسكه مين؟ ماسكه سسبنسوري ليجمنت، ده شكل سسبنسوري ليجمنت كده ماسك فيها. السسبنسوري ليجمنت بتاع الفورس بارت بتاع الديودينم اسمه الليجمنت اوف ترايدز، ترايدز ليجمنت اوف ترايدز، اسمه مهم جدا وبيجي ام سي كيو كتير جدا، يعني ناخد بالنا منه. الفورس بارت سسبند باي سسبنسوري ليجمنت اوف ديدينوم اسمه ليجمنت اوف ترايدز. تمام، او ماسكه ده شكله ماسك فيه ماسك بالفورس بارت يعني. تمام تمام، ده شكل برده البريتونيال، الشكل الشفاف ده هو ده البريتونيال. تمام، ومعظم الديدينوم اصلا ريترو بريتونيال، ريترو بريتونيال يعني ورا البريتونيال. اول بارت، اول بارت ده اللي بيكون ماسك فيه الاستومك اللي هي المفروض ان هي هنا بس متشاله اهو، ماسك في الاستومك، بيكون فوق كده الليزر اومنتوم وتحته الجريتر اومنتوم، بيكون ممسوك باحكام في المنطقه دي، لكن ورا بيكون ماسك في البوستيرو ابدومينال وهي موست فيكس بارت، يعني مش بتتحرك ومفيش اي مجال للحركه ليه. اخر بارت اللي هو الفورس بارت اللي احنا اتكلمنا عنه، الفورس بارت ده بيكون برده اهو مقدم لقدام شويه عشان يروح يمسك في الجيجينوم، وبيكون في ليجامنت هنا كده اسمه السسبنسوري ليجامنت، بيكون ماسكه باحكام او ليجامنت اوف ترايدز. تمام تمام، الديودينم مقسومه لفورس بارت، مقسومه الفورس بارت على حسب الاتجاهات بتاعته. في البدايه بدايه الديودينم هي البيلورس، البيلورس ده اللي هي بوابه المعده بالنسبه للديودينم. تمام، البيلورس دي نقطه الفصل بين الاستومك والديودينم بمعنى اصح. ببدا هنا الديودينم شكل سي شيب ده اهو، ببدا الاول بفيرست بارت او السوبيرو بارت، السوبيرو بارت ده بيبدا من البيلورس بيبقى ابورد وباكورد، يعني بيرجع بقى، ما هي بدات بايه؟ بانتيرو وهترجع باكورد، برده هتنتهي العكس بقى، هتبقى باكورد وهتطلع ايه؟ هتطلع لفورورد لقدام، دي المعنى يعني ان هي ايه كلها ريترو بريتونيال ما عدا الفيرست بارت والفورس بارت. تمام، اول حاجه الفيرست بارت بيبدا من البيلورس وبيبقى ابورد وبيبقى باكورد عند المستوى بتاع الترانس بايلوريك بلان، الترانس بايلوريك بلان ان هي ده كله كده بشكل ترانس او بمظهر عرضي يعني للبيلورس، هي في المستوى ده، وقلنا زي ما الفيرست بارت هي بتبدا اصلا الديودينم من عند الفيرست لامبر فيرتيبري. تمام، يبقى الفيرست بارت ده عند الليفل بتاع الفيرست لامبر فيرتيبري. تمام، تاني بارت هو الديسندنت بارت، الديسندنت بارت ده اطولهم وبيكون داون وورد، بيبدا اهو الواحد الاثنين الثلاثه، ده الشامل بقى الثري لامبر فيرتيبرا، هو بيكون ديسندنت كده وبيكون فيرتيكلي داون وورد ان فرونت اوف الهيليوم بتاع الكيدني الرايت كيدني، وطبعا بيكون ريترو بيرتونيال وبيكون ورا بيكون باك وورد جدا، فبيكون قصاد او فرونت اوف امام على طول الكيدني الهيليوم بتاع الكيدني بتاع الرايت، طبعا هي رايت يعني عشان الليفت هنا عشان الاستومك ليفت فهي تنتهي بنهايه الاستومك فهي رايت. تمام، اخر السيرد بارت اللي هو الهوريزونتال بيكون ماشي بشكل عرضي كده ران هوريزونتال، بيكون في السبكوستال بلين، يعني احنا طبعا شايلين اللي هو الثراس الكيج، تحت الثراس الكيج في السبكوستال كده بلان هنلاقي الهوريزونتال بارت. تمام، عند ال 3 فيرتبري اللمبر 3 فيرتبري اللي هو اخر مستوى ده اكتر حاجه ديسندنج بالنسبه للديودينم، بعد كده الديودينم هتبدا تعمل كيرف كده وتطلع تاني، هتطلع تاني عند المستوى ال 2 من ال 3 ل 2 هنا كده اللي هو الفورس بارت او الاسندنج، اسندنج يعني طالع، الفورس بارت اللي هو الاسندنج طالع، هيطلع ابور وهيمشي شويه في اخره، يعني هيمشي شويه فورورد للامام عشان يروح يمسك في السسبنسوري ليجامنت اللي هو اسمه ليجامنت اوف ترايدز. تمام، بينتهي بقى نهايه الديودينم هنا عند ال2 او الايه او اللمبر 2 فيرتبري. تعالى نقرا الكلام،
يقول لك هنا الفيرست بارت او السوبيريور بارت بيبدا من عند البايلورس اللي هي بوابه المعده، اتران ابورد باكورد، يعني هو بيكون ابورد فوق كده وبيمشي باكورد هيرجع لورا عشان يبقى ريترو بيروتونيال. في ترانس بايلوريك، في ترانس بايلوريك بلان اللي هي في مستوى البايلوريك هنا كام، عند الليفل اللي هو الفيرست لمبر فيرتبري اللي هو اصلا عندها بيبدا الديودينم. السكند بارت، السكند بارت بيكون فيرتيكالي اللي هو اطول بارت ده اهو، بينزل داون وورد من اول ال ال1 بعد كده بيعدي على ال2 وبعد كده بيعدي على ال3 ده الديسندنج بارت. بيكون هنا كده الكدني اهي، وبيكون هو ان فرونت اوف الهايلم بتاع الرايت كدني، ان فرونت اوف الهايلم بتاع الرايت كدني. تمام. الثيرد بارت الاول هوريزونتال بارت اللي هو ده، تمام، ده بيكون هوريزونتال ليفت اون ذا سبكروستال بلان. السبكروستال بلان اللي هو المفروض اللي هو تحت مستوى الثوراسيك كيج، هو تحت، هو تحتها بقى بالنسبه للسبكروستال بلان عند ال ال 3 فيرتبري او اللمبر 3 في المستوى ده. الاسندنت بارت او الفورث بارت اللي هو ده خلاص بقى هتطلع بقى عملي كيرف وهتطلع تاني، هيطلع ابورت تمام من ال ال 3 لل ال 2 وهينتهي عند ال ال 2 عشان يمسك في ديدو ديجينال فليكس فليكجر اللي هو ايه بدايه الجوينت مع الجيجينو، بدايه الجوينت بيكون اسمها ديدو جيجينال فليكجر. تمام. وده مستواها بالظبط عند ال ال 2 تمام عشان نكون فاهمين باذن الله. طبعا هناخد كل بارت على حده بالتفصيل. اول حاجه الفيرست بارت اوف الديدينم، في البدايه ده اول بارت من الديدينم تمام، بيكون موست ديدينال ألسر. يعني ايه موست ديدينال ألسر؟ يعني اكتر بارت من الديدينم معرض للقرح. القرح دي عاده بتيجي في الاستومك في المعده، لكن الفيرست بارت بتاع الديدينم بيكون متصل اكتر بالمعده وبيكون معرض جدا انه ممكن ينزل من المعده اتش سي ال او اي ابيجاستريك جوس اللي هي العصوره المعديه بتكون فيري اسيديك، فممكن تسبب ألسر في الديدينم في الفيرست بارت. هو الموست ديدينال ألسر ليه التفسير؟ لانه اقرب بارت في الديدينم للاستومك اللي هو طبعا معرض للاتش سي ال والاسيديك وكده. تمام. ناخد الريليشنز بتاعتها بالتفصيل. الفيرست بارت نركز جدا في الجزء ده كده، ده الفيرست بارت اهو تمام. انتيريورلي، انتيريورلي بلاقي هنا اللي لونها اخضر دي الجول بلادر، بلاقي الجول بلادر، الجول بلادر هنا كده بالنسبه لها انتيريور، وبلاقي الليفر. الليفر والجول بلادر دول يعتبروا موست سوبرفيشال بالنسبه للبسره كلها، يعني بيكونوا سوبرفيشال لمعظم البسره، فبلاقيهم انتيريور ريليشنز دي تمام. ادي الليفر اسمه الكوادرانت لوب بتاع الليفر والجول بلادر تمام، دي بالنسبه للانتيريور ريليشنز. ابص ورا كده، انا طبعا شففت الفيرست بارت وببص ورا كده تمام، لقيت ايه؟ لقيت ارتري كده. مين الارتري ده؟ الارتري ده اسمه الجاسترو ديودينال ارتري، جاسترو ديودينال ارتري، جاسترو ديودينال ارتري ده برانش للجاستريك او للمعده يعني، والديودينال بيكون من ورا الفيرست بارت فهو بيستير ريليشن ليه. كمان بلاقي الجول بلادر كده عامله كومون بايل دكت، الكومون بايل دكت وراها اهو، البايل دكت وراه اللي لونه اخضر بيكون بيستير ريليشن برده. مين الازرق الكبير ده؟ الانفيرو فينا كافا، بلاقي انفيرو فينا كافا خارج من البورتال، البورتال فين، البورتال فين ورا قصاد الانفيرو فينا كافا. فانا بلاقي كابوستيرو ريليشنز كتوتال يعني الفيرست للفيرست بارت، بلاقي الجاسترو ديودينال ارتري، بلاقي الكومون بايل دكت، وبلاقي البورتال فين. تمام تمام. طيب بلاقي ايه بقى بالنسبه له تحت؟ بلاقي انفيرور، بلاقي مين اللي تحت الفيرست بارت؟ هنا كان الهيد بتاعه البنكرياس، الهيد اوف البنكرياس تمام. بلاقي بالنسبه له انفيرور الهيد اوف البنكرياس، وبلاقي الجريتر اومنتوم برده كانت ماسكه من هنا، هو من فوق كان ماسكه الليزر اومنتوم. الفيرست بارت اتكلمنا ان هو ماسكه من فوق من اباب الليزر اومنتوم، ماسكه من تحت الجريتر اومنتوم، فاكيد هلاقي سوبيريور لو الليزر اومنتوم وانفيرور لو الجريتر اومنتوم. وهنا كده اللي هو بالنسبه للهيد اوف البنكرياس بتكون تحته برده لان هو عامل كيرف عليها تمام. يبقى كده ادي الريليشنز بتاعته، نجمعهم تاني. انتيرور بلاقي الكوادرنت لوب بتاع الليفر والجول بلادر، بوستيرور ادي ارتر اهو اسمه ايه الجاسترو ديودينال ارتر، ولاقي البورتال فين اللي هو الازرق مع الانفيرو فينا كافا قصاد الانفيرو فينا كافا، واللون الاخضر ده الكومون بايل دارت. طبعا بلاقي النيكو بنكرياس وراه كده بوستيرور ليه برده، بس يعني بتكون مايله شويه الميديال تمام. وانفيرو بلاقي الهيد اوف بنكرياس والريتر اوميتوم، وسوبيرو بلاقي الليزر اوميتوم وايبي بلوبك فورامين. يعني ايه ايبي بلوبك فورامين؟ ده بيكون فورامين كده في الليزر اوميتوم تمام تمام. فهمنا الريليشنز بتاعت الفيرست بارت باذن الله، ان شاء الله فهمناها. السكند بارت من الديدينم، السكند بارت ده اطول بارت، يعتبر ان هو اطول بارت. فعندك ان هو بنلاقي ايه؟ بنلاقي انتيرور للفندس اوف جول بلادر، الجول بلادر قدامه، والرايت لوب بتاع الليفر زي ما قلت لك، الليفر والجول بلادر دايما بلاقيهم انتيرور لمعظم الفيسرا لان هما موست سوبر فاشل. بلاقي برده هنا الترانزفيرس كولون في الاخر كده، ترانزفيرس كولون عند الحته دي كده تمام، وشويه كويل من السمول انتست. اما حاجه نعرف ان انتيرور ليه هو الجول بلادر والليفر، جول بلادر ورايت لوب من الليفر وترانزفيرس كولون تمام. بوستيرور ورا منه بلاقي ورا ايه؟ الكدني، الهايلم اوف الرايت كدني، لان هو يمت رايت اكتر، والرايت يوريتر اللي هو طبعا ماسك في الكدني عادي يعني. بوستيرور للهايلم اوف الكدني شكلها اهو، والرايت يوريتر. لاترالي بلاقي هنا ايه؟ الاسندنت كولون برده هنا كده، هنا الاسندنت كولون طالع كده، وبلاقي الرايت كوليك فيلتر بالظبط. انا هجيب القلم بس دقيقه. بلاقي انتيرور ليه تاني الفندس اوف الجول بلادر بيكون هنا كده، وبالنسبه للرايت لوب بيكون مغطي الحته دي كلها، ده رايت لوب بتاع الليفر، يعني الليفر بيكون سوبر فاشل. بلاقي برده الترانزفيرس كولوم هنا كده، ادي الترانزفيرس كولوم، ومن هنا كده بلاقي الرايت كوليك فليكشر، ونازل هنا كده جزء الايه الاسندنت كولوم، لان انا في اليمن رايت، اليمن رايت بلاقي الاسندنت كولوم، رايت كوليك فليكشر، الترانزفيرس كولوم. فهو بالنسبه له هو ريليشن مع ده كله
لاترالي اسندنت كولون ورايت كولر كليتشر ك انتيريورلي بلاقي ترانسفيرس كولون بوستيريور اللي ورا الكدني. الكدني ريتروبيريتونيال جدا وبلاقيها قريبه جدا من البوستيريور ابدومينال وول، فهو بوستيريورلي بلاقي الهايلاند بتاع الرايت كدني لان هي ورا خالص. نمسح بس تمام. فبلاقي سكند بارت بلاقي انتيريورلي الفندس اوف جول بلادر والرايت لوب من الليفر والترانسفيرس كولون، الكويل من شويه سمول الديستنس كويلز يعني قدامه. البوستيريور بلاقي الهايلم اوف رايت كدني ورايت يوريتر لان هو كده كده الرايت يوريتر اصلا في الهايلم. تمام. لاترالي زي ما قلت لك هنا كده بلاقي الرايت كوليك فليكشر اللي ماسك في الاسندنت كولون. تمام. امال ميديالي، ميديالي فيها شويه كلام شويه يعني تفاصيل تفاصيل يعني هيد اوف بنكرياس. ادي السكند بارت اهو ودي الهيد اوف بنكرياس بتكون ميديالي ليه. طبعا احنا عارفين خدنا في اول سلايد كده ان الكوموبايل دكت والبنكرياتيك دكت فاتحين في السكند بارت من السمول انتست من السكند بارت من الجينيلو. كوموبايل دكت والمين بنكرياتيك دكت يونايت فروم فورم الامبولا اوف فاتر ويتش سراوند باي سفنكتر اوف اودي. اودي او عدي احنا بنقول اي حاجه يعني اودي او عدي عادي. تمام. سيبنا من الكلام ونبص كويس كده على الصوره. تمام. دي الجول بلادر خارج منها الكوموبايل دكت. انا مش عارف الصوره مش هتثبت ليه ثواني. ايوه كده دي الجول بلادر. تمام. خارج منها الكوموبايل دكت. الكوموبايل دكت بتبتدي تقوم معديه من البنكرياس كده اهي خارجه منه، ودي بالنسبه للبنكرياس اللي هي في النص دي ده المين بنكرياتيك دكت. دي المين بنكرياتيك دكت في البنكرياس، وبيجي الكوموبايل دكت الاثنين يتحدوا مع بعض يكونوا منطقه واسعه بيكون اسمها الامبولا اوف فاتر. امبولا اوف فاتر. تمام. ما ننساش اسمها امبولا دي يعني حاجه واسعه. تمام. وسموها امبولا اوف فاتر بالنسبه للعالم اللي اكتشفها تقريبا اهي. بيتحدوا مع بعض وبيكون في سفنكتر هنا بيتحكم في بيتحكم في الكميه اللي داخله واللي خارجه. السفنكتر ده اسمه ايه؟ سفنكتر اوف اودي او عدي عادي ممكن تذكرها. تمام. يبقى اهو بيتحدوا مع بعض بيكونوا الامبولا اوف فاتر، وبعد كده بيكون في سفنكتر اوف اودي بتفتح هنا كده في الميجور في الميجور ديدونال بابيلا في الميجور ديدونال بابيلا. تمام. الاثنين مع بعض بيتحدوا بيكون المين بنكرياتيك دكت. خلي بالك لان في مينور بنكرياتيك دكت الوده ده الاكسسوري، في المين وفي الاكسسوري بنكرياتيك دكت الاثنين بيفتحوا في السكند بارت من الديدنم، ودي مشهوره جدا في الام سي كيو يعني. المين المين بنكرياتيك دكت بيجي مع الكومون بايل دكت وبيتحد معاه وبيعمل منطقه واسعه اسمها الامبولا اوف فاتر. تمام. بيكون فيها سفنكتر يتحكم في كميه العصاره اللي داخله والعصاره اللي خارجه او الافرازات. تمام. اسمه سفنكتر اوف اودي. بيفتحوا في حته اسمها الميجور ديدنال بابيلي. بيجي الاكسسوري بنكرياتيك دكت بيفتح في نفس السكند بارت من الديدنم اهو الاكسسوري بنكرياتيك دكت الاسم اهو الاكسسوري بنكرياتيك دكت ماينور ديدنال بابيلي. تعالوا نقرا بقى الكلام اظن كده وضحت. الهيد اوف بنكرياس ده كميديال، الكوموبايل دكت والمين بنكرياتيك دكت الاثنين بيتحدوا عشان يكونوا الامبولا اوف فاتر اللي طبعا بتسراوند باي سفنكتر بيتحكم في الافرازات او في دخولها للسكند بارت اسمه السفنكتر اوف اودي او عدي، وبتفتح في الميجور ديدونال بابيلي. تمام. الاكسسوري بنكرياتيك دكت تبدا تفتح في الماينور ديدونال بابيلي فوق 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 الميجور ب 2 سم. تمام. ان شاء الله تكون وضحت. الثيرد بارت، الثيرد بارت اللي هو بيكون ترانسفيرس صغير ومش بس هو عنده ريليشنز كتير شويه، هو صغير بس ريليشنز كتير شويه لان الترانسفيرس مشو الانتيرور انتيريورلي. نفتح كده بلاقي الروت اوف ميزنتري. طبعا الروت اوف ميزنتري ده بتاع السمول انتستين بيكون قصادها لان هي بتكون ديستندنت شويه يعني بتكون تحت فطاله السمول انتستين، فبلاقي السمول ايه السمول ميزنتري بالنسبه لها انتيرور. تمام. بلاقي ايه بلاقي السوبيرو ميزنتري فيزلز. سوبيرو ميزنتري فيزلز اللي هي المنظر ده كده بلاقيه ده ده الثيرد بارت. بلاقي السوبيرو ميزنتري فيزلز كونتينت ات يعني هي موجوده هنا وروت اوف ميزنتري. ما هو الروت اوف ميزنتري بتاع السمول انتستين يبقى من محتوياته زي ما هناخد بعدين من محتويات السوبيرو ميزنتري فيزلز، فبلاقي الروت بتاع الروت بتاع الميزنتري مع السوبيرو ميزنتري فيزلز كلهم بيعتبروا انتيريورلي مع شويه كويل من السمول انتستين او جوجن. ده الانتيريور ريليشن. بوستيرور بوستيرور بلاقي الرايت يوريتر. طبعا انا قلت الكدني دي بتكون بوستيرور ابدومينال وول فبلاقيها بوستيرور دايما. ده البوستيرور اهو من اول كده بوستيرور هنمشي كده. تمام. اول حاجه بلاقي الرايت يوريتر اهو الرايت يوريتر السوس ماسل الرايت سوس ماسل بلاقيها هنا كده اند الاورطه. ده الاورطه الاورطه ببرانش خارج منه اللي هو الانفيرو ميزنتريك ارتري. ادي الاورطه والانفيرو ميزنتريك ارتري خارج منه فبلاقيه بوستيرور. بعد كده بلاقي الانفيرو فينا كافا وبلاقي الرايت جونادل. عارفين الخط الازرق ده ده الرايت جونادل. يبقى بوستيرورلي بص كده بوستيرور من اول هنا كده بلاقي رايت يوريتر. حلو. وبلاقي الانفيرو فينا كافا الانفيرو فينا كافا اللي هو لونه احمر ده بالانفيرو ميزنتريك ارتري، وبلاقي الانفيرو فينا كافا ببرانش خارج منه كده اللون الازرق ده اسمه الرايت جونادل فين. تمام. متذكرين دايما ان احنا في اليمن رايت الديدنال من اليمن رايت طبعا ننسى. يبقى بوستيرور ليه بلاقي الرايت سواس ميجور. طبعا الرايت سواس ميجور بتكون هنا كده بتكون وراها كده دي الرايت سواس ميجور. تمام. بلاقي الرايت سواس ميجور والرايت يوريتر والاورطه بالبرانش اللي خارج منه الانفيرو ميزنتريك ارتري والانفيرو فينا كافا بالبرانش اللي خارج منه الرايت جونادال فيزلز. تمام. سوبيرور اللي فوقه اكيد مين الهيد اوف بنكرياس اللي شغله المنطقه دي. السوبيرور اوف بنكرياس اللي قصدي الهيد اوف بنكرياس باختصارا كده فوقها بلاقي الفيرست بارت. لاترالي ليها بلاقي السكند بارت. تحتها او انفيرو ليها بلاقي الثيرد بارت. فبالنسبه للبارتس بتاعه الديدنم بالنسبه للفيرست بارت انفيريورلي بلاقي الهيد اوف بنكرياس، السكند بارت ميديالي بلاقي الهيد اوف بنكرياس، الثيرد بارت
سوبيروس ليه بلاقي الهيد اوف بنكرياس. طبعا اليونيتيد بروسس دي حاجه تبع الهيد بتاع البنكرياس برضه، اليونيتيد بروسس، الهيد اوف بنكرياس واليونيتيد بروسس. تمام. الفورست بارت، الفورست بارت عامة بيكون بعد الترانسفيرس، فالترانسفيرس ده خلانا من ايه؟ من رايت حولنا لليفت، فتلاقي معظم الريليشن بتاعته ليفت. تمام؟ عشان نكون متفقين يعني، لأن بعد الترانسفيرس هو حوله ترانسفيرس كده رماية مثل الليفت هنا كده. تمام؟ الفورست بارت ده كنا واخدين عنه حاجة مميزة ليه، إن ماسك فيه سسبنسوري ليجامنت اسمه ليجامنت أوف رايتس. تمام؟ وده آخر بارت من الفور بارتس من بتوع الديودينوم، وده اللي بيمسك في الجيجينوم عند المستوى ال L2 فيرتبرا. تمام؟ انتيريورلي بلاقي الروت اوف ميزنتري بتاع بتاع السمول انتستين وكل من الجيجن وترانسفيرس كولون. الترانسفيرس كولون هنا بالظبط كده. تمام؟ ترانسفيرس كولون بلاقيها انتيريورلي الثيرد بارت، وبلاقيها انتيريورلي الفورث بارت. ده كانتيريور ريليشنز. بس انتيريور ريليشنز بلاقي حاجات ليفت بقى. ليفت ليه؟ لان هو بعد الترانسفيرس فحذفنا قيمه الليفت. بلاقي ليفت سواس ميجور، دي سواس ميجور، ليفت سواس ميجور الماسلز دي. وبلاقي ليفت رينال فيزلز، الليفت رينال فيزلز لان انت قريب من الرينال خالص، الليفت كده النهايه، ودي رينال فيزلز بتاعتها اللي هي اللون اللي هي الالوان دي كده. فبلاقي ايه؟ ليفت رينال فيزلز، ليفت جونادل، ليفت جونادل اللي هو الازرق ده تبقى خارج من هنا، ده ليفت جونادل ورا. وبلاقي السمباثيك تشين. تمام؟ السمباثيك تشين دي بتبقى خارجه من الفيرتيبرال كولم، بتبقى مستيريور اللي طبعا للايه؟ للفيسرا. بلاقي ليفت سواس ميجور، ليفت رينال فيزلز والجونادل، الليفت رينال فيزلز مع الجونادل فين، هما بيبقوا ريليشنز ببعض ونازلين هنا كده. تمام؟ بلاقي ميديال ليمين، بلاقي ميديال ميديال اليونيكيت بروسيس دي كده تعتبر اليونيكيت بروسيس بتاعه اللي جنب الهيد، يعني هو بعد الهيد بتاع المركز في حاجه اسمها اليونيكيت بروسيس اكيد انتوا خدتوها. وليفت ميجرين بتاع الاورطه، ده الاورطه اهو خارج منه السوبيرو ميزنتريك فين. خلي بالك ان الانفيرو ميزنتريك فين اللي من الاورطه اللي هنا ده بيكون بوستيرور، بيكون بوستيرور بالنسبه للثيرد بارت. تمام؟ بلاقي كميديال يعني ليها كميديال جوه شويه، بلاقي اليونيكيت بروسيس هنا كده بتاع البنكرياس، وبلاقي ليفت ميجرين بتاع الاورطه. الاورطه برده ايه له مارجن، الليفت مارجن بتاع الاورطه بيكون ميديال ليه. لاترال بلاقي ليفت كيدني اهي، وليفت يوريتر، ليفت كيدني اللي لونها اسود، والليفت يوريتر اللي هو لونه اخضر. وبرده بلاقي بعدين سام برده ان انا بلاقي بوستيرور ليها شويه رينال فيزلز وشويه ايه الجونادل، الليفت جونادل. تمام؟ ليفت جونادل فيزلز برده يعني كلها فيزلز. البلاد سبلاي، البلاد سبلاي بتاع الديودينم، بيقول لك الديودينم وهي لما كنت بيبي كانت بتتكون يعني كانت نصها من الفورجات والنص الثاني من المايند جات او الهايند جات، الميد جات، الميد جات فورجات. هعتذر على اللخبطه. الفور جات يعتبر في البدايه يعني اصلا الجي اي تي مكون من فور جات، ميد جات، وهايند جات. اول حاجه الفور جات ده البلاس سبلاي بتاعه هو اسمه ستيلياك ترانك، ستيلياك ترانك. تمام؟ ده بتاع الفور جات. الميد جات اللي في النص بيكون سوبيرو ميزنتريك ارتري، سوبيرو ميزنتريك ارتري. واخر اخر حاجه اللي هو الهايند جات ده بيكون من الانفيرو ميزنتريك ارتري. يبقى الجي اي تي كلها مكونه من الثري جات دول. اول حاجه الفور جات ده بيكون البرانش اللي بيغذيه يعني عامه هو الستيلياك ترانك، وده اللي بيغذي الاوبر هاف من الديودينم، الاوبر هاف من الديودينم. تاني بارت اسمه المايند جات اللي بيقع فيه الديودينم اللي هو اللور هاف من الديودينم، وده بيكون البرانش بتاعه والارتري بتاعه هو السوبيرو ميزنتريك ارتري. اخر جات اسمه الهايند جات، ده في الاخر خالص ده هناخده في اللارج انتستين اصلا، بيكون بتاع الانفيرور ميزنتريك ارتري السما والاما. تمام؟ اول حاجه ارتري تعمل نقرا الكلام، الاوبر هاف بتاع الديودينم رغم السيليك ترانك، السيليك ترانك في اواخر السيليك ترانك هي الاوبر هاف من الديودينم. رايت جاستريك ارتري، رايت جاسترو ايبي بلوبيك ارتري، سوبيرو بنكرياتيكو ديودينال ارتري، والسوبرا ديودينال ارتري. سوبيرو بنكرياتيكو ديودينال ارتري لو برانش انفيرور جاي من السوبيرو ميزنتريك ارتري، اللور هاف، اللور هاف من الديودينم بتاع السوبيرو ميزنتريك ارتري لان هو تبع المايند جات، الميد جات، الميد جات. انفيرو بنكرياتيكو ديودينال فيرست، دي البرانشات، دي اسامي البرانشات، اسامي البرانشات مهمه طبعا، بس اهم حاجه نعرف الاسم، الاسم الارتري الكبير اللي بيغذي الجزء ده. تمام؟ دي جي اي تي يعني اللي هو ايه بيتكون من فور جات وميد جات وهايند جات. انت هتاخدها في الامبريولوجي عامه يعني. وعشان كده يعني في اختلاف نشأة بالنسبه للابر هاف واللور هاف بتاعت الديودينم، عشان كده الارتيريال سبلاي مختلف. لكن بعد كده مثلا هتلاقي جوجينوم والاليوم الاثنين مع بعض منهم تبع الميد جات، فهتلاقي سوبيرو ميزنتريك ارتري، هتلاقي مثلا جزء من اللارج انتستين دخل في الهايند جات فبقى ياخد من الانفيرو ميزنتريك ارتري. تمام؟ تمام. دي صوره برده بتوضح اهي، ده ارتيريال، ده الجاسترو ديودينال ارتري اللي بيكون ايه، خلي بالك ده اللي بيكون ورا الفيرست بارت. بعد كده الفينوس درينج، هي بالظبط الفينوس درينج والبلاد سبلاي في السمول واللارج انتستين عامه بيكون متشابهين جدا، يعني زي ما في سيلك ترانك وزي ما في سوبيرو ميزنتريك ارتر وزي ما في اللي هي البرانشات دي، هي نفس الكلام بس بدل ارتر يحط فين. هو بيقول لك كورسبوندنج للارتر، يعني هو شبه الارتري سوبرا ديودينال فين والرايت جاسترو فين ورايت جاسترو ايبي بلوبيك فين، نفس الكلام يعني، هو مش مفيش اختلاف. اما حاجه فكره البلاد سبلاي اصلا في السمول واللارج انتستين او في او في جي اي تي عموما، ان في فور جات وميد جات وهايند جات. الفور جات الارتري الرئيسي بتاعه هو السيليك ترانك، الميد جات الارتري بتاعه السوبيرو ميزنتريك ارتري، والهايند جات الرئيسي بتاعه هو الانفيرو ميزنتريك ارتري. بس هي دي الفكره بس في البلاد سبلاي، يعني البلاد سبلاي بتاع جي اي تي مش صعب خالص. تمام؟
كده الديودينم خلصت تمام. الديودينم كده خلصت وهنعتبر خلصنا الديودينم اكبر جزء في السمول انتستين. وبعد كده هناخد الجيجنوم والاليوم. الجيجنوم والاليوم بيقول لك ايه؟ الديودينم هنا لما خلصت عند ال L2 فيرتبرا او اللمبر 2 في منطقه الامبلايتر ريجنز بدات بحاجه اسمها ديودينو جيجنال فليكشر او جونكشن. بدات بايه؟ كملت بجيجنوم جزء اسمه جيجنوم وجزء اسمه الاليوم. الجيجنوم مع الاليوم ده بيكون المنطقتين دول مع بعض او الجزئين دول مع بعض بيكون اسمهم سمول باول. سمول باول بول دي يعني الامعاء، الامعاء الصغيره يعني بره الديودينم، لان الديودينم بيكون وايدر شويه، دول بيكونوا يعني نارست اكتر من الديودينم، فبيكون اسمها السمول باول. وفي ويتش اوف البروكسيمال، استنوا كده نجيب القلم، انا جبت الجيجنوم والاليوم وفردتهم كده تمام، قسمتها ل 5 تخماس يعني فاهم، ادي خمس، الخمس التاني، الخمس التالت، الخمس الرابع، الخمس الخامس، ادي كده معانا ادي خمس، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. نعتبر ان ده جيجنوم والاليوم تمام. اول خمسين، اول خمسين عايزين نغير اللون تمام، اول خمسين ده همت دول الجيجنوم. ديستال 3 فيفث اللي هم اخر اخر 3 خماس يعتبروا الاليوم. يبقى مين اطول؟ الاليوم تمام. يبقى تاني انا مسكتها وفردتها كده وقسمتها لخمس تخماس، اول خمسين او البروكسيمال 2 فيفث دول يعتبروا الجيجنوم، طيب الديستال 3 فيفث الاليوم. فده بالنسبه للطول تمام. الاليوم بينتهي هنا كده، بس انا هنمسح ولا لا احنا عايزينها تمام. هنا كده في نهايه الاليوم هنا كده بيفتح في السيكوم عن طريق الاليوسيتال فالف. الاليوسيتال فالف، الاليوسيتال فالف ده نهايه الاليوم اللي بيفتح في السيكوم، وهناخدها في اللارج انتستين تاني تمام. بيقول لك ان اخر جزء، بص كده في الرسم اللي انا رسمتها، اخر جزء ال 30 سنتي الاواخر في الاليوم بيكون اسمهم تيرمينال اليوم. تيرمينال اليوم اخر جزء، التيرمينال ده اللي هو المتطرف اللي في الاخر، تيرمينال اليوم تمام. نقرا النظري تاني، بيقول لك ان الديودينوم اكستنت تو اب تو الديودينوجيجينال جنكشن اللي هو الفليكشر. بقيه السمول انتستين بيكون اسمها سمول باول، قسمها لخمس تخماس، البروكسيمال 2 فيفث اول اثنين بيكون اسمهم الجيجينوم، والديستال ثيرد فيفث بيكون اسمها الاليوم تمام. ان شاء الله تكون فهمت. واخر جزء طبعا بيكون اسمه التيرمينال اليوم اللي هو في الاليوم يعني. الجيجينوم والاليوم كمقارنه بينهم، كمقارنه بينهم، الجيجينوم يعتبر سيكر وول اكتر، يعني الوول بتاعه بيكون سيكر اضخم، عشان في ده طبعا له علاقه بالماسلز اللي في الجدار، بيكون سيكر وول الجيجينوم. كمان بيقول لك ان هو اكستنسيف ارتيريال بلاد سبلاي، يعني في بلاد سبلاي اكتر تمام، عشان كده بيظهر باللون الاحمر ريدر تمام. يبقى كده جيجينوم سيكر وول مور بلاد سبلاي. في حاجه اسمها البريكاي سيركيولارس، البريكاي سيركيولارس، البريكاي سيركيولارس دي معناه ايه؟ نجيب القلم كده ثواني. بيقول لك في الجدار بتاع الجيجينوم والاليوم كده هو بيكون مدور، بيكون شكلها اسطوانيه كده تمام. انا جبت الاسطوانه دي شقيتها كده وبصيت فيها من جوه، شقيتها كده وبصيت فيها من جوه، لقيت الشكل ده اللي احنا شايفينه ده، لقيتها عامله مطبات كده، مطبات مطبات داير ما يدور، بقى اسمها سيركيولارس، بليكاي سيركيولارس. البليكاي سيركيولارس دي مهمتها الاساسيه ان هي تكبر مساحه السطح عشان تمتص اكتر تمام، عشان يكون في امتصاص اكتر، ما هو دورهم الامتصاص. هو البليكاي سيركيولارس دي عشان تكبر مساحه السطح، دي الهدف الرئيسي ليها. لكن البليكاي سيركيولارس بالمقارنه بين الجيجينوم والاليوم هي مور نيومرس، مور نيومرس ولارجر اكتر في الجيجينوم، معناها ان الجيجينوم نسبه الامتصاص فيه اعلى من الاليوم، امتصاص الاكل والكلام ده والميه في جيجينوم اعلى، لان البلايك سيركيولاريز، لان مساحه السطح البلايك سيركيولاريز اكتر في جيجينوم، مور نيومرس ولارجر اكتر. ده اهي البلايك سيركيولاريز. بيقول لك ان هي برضو بتميل ان هي تكون فلاتر اكتر، يعني بتفقد هي، بص هي بتبقى عامله زي المطب كده، لو انا قطعت الجدار وبصيته من جنب بتبقى عامله زي المطب كده، لكن هي مثلا بتكون بتميل ان هي تكون فلاتر اكتر في الميكوزا بتاعه الاليوم، يعني بدل ما هي كانت كده في الجيجينوم بقت مثلا كده اكتر في الاليوم، خفت اكتر ومالت ان هي تكون فلاتر اكتر تمام. يبقى السلايد دي فيها ايه؟ بتقول ان جيجينوم سيكر وول عن الاليوم، وفي ارتيريال سبلاي كمان مور نيومرس في في البليكاي سيركيولارس تمام. تمام جيجينوم والاليوم تاني كمقارنه يعني. بالنسبه للفويد اجريجيت برضو هتلاقي جيجينوم اكتر، جيجينوم لا سوري، جيجينوم اقل في الليمفويد، اقل منها شويه، هي واخده بلاد سبلاي اكتر فهي اقل في الليمفويد تمام. السايتس، ركز معايا في السايتس دي كويس جدا، لاني عشان ما تلخبطكش. انت في الاول قلت ان المعده بتكون هنا كده في ليفت هايبوكوندري، وبعد كده المعده بتنتهي بحاجه اسمها البايلورس، وبعد كده بيبدا الديودينم في الاي بي جاستريك ريجن. الديودينم بيكون هنا اي بي جاستريك ريجن وبيعمل حرف السي وبينتهي هنا كده في الامبلايتر ريجن. نهايه الديودينم عند ال L2 فيرتبرا بيبدا الديودينو جيجنال فليكشر او جنكشن هنا كده في الامبلايتر ريجن. هيبدا في الامبلايتر ريجن مين؟ الامبلايتر ريجن هيبدا جيجنال، جيجنال هيكون هنا، جيجنال بقى بيكون شويه كويل كده، كويل كويل، وبينتهي ايه؟ وبينتهي بيميل شويه يمه الليفتين، بياخد شويه من الليفت لمبر بيكون في الامبلايتر، انتهى هنا كده في الامبلايتر ريجنز، بس معظمه في الامبلايتر ريجنز، وشويه بيميل شويه يمه الليفت. بعد كده الاليوم ليز ميلي، بص بص كده، بص الاليوم نزل تحت نهايه الجيجينوم اللي في الامبلايتر ريجنز، بعد كده الاليوم نزل تحت، الاليوم نزل تحت معظمه بيكون في الهايبوجاستريك ريجنز المكان ده. بعد كده انا هلاقي هنا مين؟ الاليوم. الاليوم كمان بياخد حته من الرايت، من الرايت الياك فوسطه من هنا كده
بينتهي هنا وبيتصل بالسيكم اللي بيكون في الرايت الياك فوسي. تاني تاني اشرحها تاني بالراحه. هنا الاستومك بينتهي كده حته هنا كده اسمها البايلورس اللي هي البوابه بتاعتها اللي هي متصله بالديودرم اليمه الثانيه. الديودرم بدا في الابيجاستريك ريجنز وبيعمل علامه السي كده في الامبليكال ريجنز، انتهى الديودرم كده بفليكشر اسمه الديدونو جيجنال فليكشر الحته الدايره الخضراء الاخيره دي. بعد كده هجيب لون تاني ثواني وليكن الاحمر مثلا ونبدا الجيجنال. الجيجنال بتكون معظمها في الامبليكال ريجنز اهي، بتميل شويه يمه الليفت عشان هي بدايتها بتكون ليفت اهي تمام، وبتنتهي في الامبليكال ريجنز ومعظمها في الامبليكال ريجنز. اجيب لون تاني وليكن الازرق وابدا اعمل الاليوم. الاليوم طبعا بتنزل تحت شويه وبتبقى في معظمها في الهايبوجاستريوم، الهايبوجاستريوم او الهايبوجاستريك ريجنز اللي هو اللون ده اللي هو اللون الازرق الاليوم. وبعد كده بتميل شويه للرايت اليك ريجنز وبتنتهي كالسيكم، تنتهي في السيكم اللي هو الاليوسيكال فالف اللي احنا قلناه. بس كده دي مكان السمول انتستنز بالنسبه للريجنز اللي هي ممكن تكون مغلباك شويه، بس هي سهله خالص باذن الله يعني تعرفوا تفهموها يعني من الرسمه دي. نقرا الكلام، نقرا الكلام يلا. بيقول لك ايه؟ الجيجنم لوبس ار سيتويتد في الامبلايكا ريجنز زي ما قلنا الامبلايكا ريجنز، وبتميل شويه يا الليفت ذا ميد لاين اللي هو هنا كده تمام. الاليوم لايز ميلي في الهايبوجراستيك ريجنز زي ما رسمناها هنا في الهايبوجراستيك ريجنز في الرايت اليك فوسا اللي هنا وبتنتهي. المناطق دي ام سي كيو جدا. ميزنتري اوف ذا سمول انتستين، الميزنتري هو فان فورمد فروم تو لير من البريتونيوم، عباره عن طبقتين من البريتونيوم شكلها شكل الفان. الفان دي اللي هي المروحه اللي بتكون مع العروسه اللي بتهفف بيها دي عارفينها اللي هي شكلها مخروطي شويه ده شكله، هنشوف شكله في السلايد الجاي. فكره الميزنتري ده عباره عن ايه؟ ان هو حاجه بتثبت السمول انتستين في مكانها، مش معنى كده ان هي بتقيد حركتها مش فيكسد زي الديدينوم، لا هي بس بتحفظها في مكانها. زي مثلا انت قاعد ومعاك مثلا طفل صغير عنده 5 سنين بيتحرك عادي، انت ماسكه من ايده بحيث ان هو مثلا ما يروحش على اول الشارع او يتوه منك، او انت ماسكه من ايده، بس هل كده انت مكتفه؟ لا مش مكتفه، هو بيتحرك ممكن يمشي ممكن يقعد ممكن يقف، مش مقيد حركته لكن انت مثبته في مكانه. ده فكره الميزنتري، يعني ان هو ماسك السمول انتستين من البوستيريور ابدومينال وول، هو جاي من البوستيريور ابدومينال وول كده من الروت بتاعه مكمل من البوستيريور ابدومينال وول وبيروح يمسك في السمول انتستين. ماسك بيقول لك ان هو اللونج الاين رانينج فروم الديودينو جيجنال فليكشر لحد الاليوسيكال جنكشن، يعني ماسك السمول انتستين اللي هي جيجنال والاليوم كلها مثبتها في مكانها بحيث مثلا ان هي ما تقعش في البلبك. ان مثلا واحد رياضيين اللي هم بيمشوا على ايديهم مثلا ما يلاقوش السمول انتستين بتاعتهم جنب الرئه تمام، هو ده هي دي وظيفته ان هو يحفظها في مكانها تمام. روت يعني بتاع الميزنتري او بدايته يعني بيعدي من ايه؟ بيعدي منين عشان يروح للسمول انتستين؟ فده شكل الروت بتاعه تمام. ده الروت بتاعه بيبدا من هنا كده من سكند ستير ديودينم من اواخر الديودينم كده فورس بارت برده هو اللون الاخضر ده الروت بتاع الميزنتري، وبيعدي من الاورطه الابدومينال اورطه والانفيريور فينا كافا، وبيعدي من الرايت سوس ميجور، وبيعدي من الياكس ماسل من هنا كده. ده الروت بتاعه تمام، بيعدي من الحاجات دي عشان يروح يمسك في السمول انتستين. فدي فكره الايه؟ الميزنتري. بيقول لك هنا معلومتين كده عن ماشي. الافريج لينث بتاع الروت 15 سم، اعتقد يعني ان الاطول مش مهمه قوي. الميزنتري بيقول لك ان هو ثرون انتو مالتيبل فولد، هو ماشي وجاي روت كده، بص الصوره دي جاي روت كده اهو تمام. لما بيروح يمسك في السمول انتستين، السمول انتستين عامله فولد كده، عامله فولد ملولوه كده، فهو كمنه ماسك فيها من لاين واحد فواخد شكل الفولد ده معاها تمام. بيقول لك الكونتنت طبعا هو ماشي كده، هو طبقتين من البريتونيوم بيكون في حاجات يعني محتوي على حاجات عشان يوصلها السمول انتست ماشي حواليها، يعني هو عامل زي الطبقتين كده وبينهم حاجه. الكونتنت بتاعه بلاقي فيه الكويلز، اكيد بلاقي فيه الكويلز من الجيجنوم والاليوم اللي هو ماسك فيها اصلا، بلاقي فيه السوبيرو ميزنتريك فيزلز اللي هيغذي لي السمول انتستين، بلاقي فيه الجيجنوم والاليوم فيزلز اللي هي برانشات من السوبيرو ميزنتريك فيزلز اللي هي الارتري والفينز، بلاقي الليمفاتيك الليمفاتيك درينج، وبلاقي فيه اوتونوميك نيرف فايبرز اللي هي بتغذي برده السمول انتست. اي حاجه راحه للسمول انتستين اللي هي جيجنوم والاليوم بتعدي من الميزنتري اوف بتعدي من الميزنتري اوف السمول انتست تمام. طب تعالى نقرا كده الكونتنت. الكويل اوف جيجنوم والاليوم ده اكيد السوبيرو ميزنتري فيزلز ارتري وفينات اكيد عشان هي راح للسمول انتستين. اي حاجه راح للسمول واللارج السمول انتستين بتعدي من الميزنتري بتاعها. الليمفاتيك درينج والميزنتريك ليمف نودز اكيد. الاوتونوميك نيرف فايبر ما هي راحه برده عشان تنظم الحركه والمسلز اللي في الجدار. ريسترا بريتونيا فات في حبه فات كده اكيد، يعني هو الفات عشان يخليها لوز تيشو شويه ويخليها تتحرك تمام. تمام الميزنتري سهله وفكرته سهله، والكونتنت بتاعتها دي برده ساعات بتيجي ام سي كيو كتير برده ناخد بالنا منها تمام. البلاد سبلاي نفس الفكره اللي انا قلتها بتاعه الديودينوم. البلاد سبلاي هنا السمول انتستين الديودينوم والجيجينوم الاثنين جايين من الميد جوت، جايين من الميد جوت. ومين البلاد سبلاي بتاع الميد جوت؟ السوبيريور ميزنتريك ارتري. بس كده انت خلصت البلاد سبلاي بتاعه السمول انتستين اصلا. فانت عندك اللور هاف بتاع الديودينوم والجيجينوم والاليوم كل دول اصلهم من الميد جوت، جايين من الميد جوت، والارتيريال سبلاي بتاع الميد جوت السوبيريور ميزنتريك ارتري. فانت خلاص كده شكرا، انت بصمرت البلاد سبلاي. فهو هنا بيقول لك الجيجنال والجيجنال والاليال برانش جايين من السوبر ميزنتريك ارتري، بيعملوا انستموزس فورمينج الارتريال
اللي هو البازا، اللي هو البازا ريكتا، اللي هي البرانشات دي، البرانشات دي اسمها البازا ريكتا. بيقول لك ان التيرمينال اليوم، بص كده اخر اخر 30 سم من الاليوم كان اسمها الايه، التيرمينال اليوم. التيرمينال اليوم بياخد برانش برده من السوبر ميزين، ما هو كله كل ده، كل الخط ده كله سوبر ميزين تريك ارتري، خارج منه برانش كده لوحده اسمه الاليو سيتال ارتري، الاليو سيتال ارتري، الاليو كوليك، عفوا الاليو كوليك ارتري. الاليو كوليك ارتري ده جاي برده من السوبر ميزين تريك عادي جدا، وبيروح للتيرمينال برانش، بس هو منه ايه، واضح كده وظاهر لوحده، ماشي لوحده في طريق لوحده كده، فهم حبوا يذكروه يعني. بس توتالي البلاد سبلاي بتاعت الجيجنوم والاليوم هي السوبيريوم زنتريك ارتري، وبرده الفينات زي زي الارتري عادي، سوبيريوم زنتريك فين برده، والليمفاتيك درينج نفس الكلام، سوبيريوم زنتريك ليمف نود، حتى الانرفيشن سوبيريوم زنتريك ايه بلاكس. باختصار كل المنطقه اللي تقع في اللي تقع او جايه من اصلها كان ميد جت، جايه من السوبيريوم زنتريك ارتري اللي هي السماء. تمام تمام كده الحمد لله السؤال التيست خلصت، تعال نحل السؤالين عليها. نجيب القلم. اول حاجه بيقول لك الارتيريال سبلاي بتاعه السمول انتستين، قال لك السمول انتستين كلها، يعني انا في السمول انتستين جايه منين؟ من السيليك ترانك. قول لي هو سيليك ترانك بس؟ لا طبعا، ده السيليك ترانك ده الابر هاف بتاع الديودينم، السوبيريوم زنتريك ارتري. ايوه السوبيريوم زنتريك ارتري اللور هاف بتاع الديودينم، واخد الجيجينم والاليوم. يبقى انا كده السيليك ترانك صح، والسوبيريوم زنتريك ارتري، سوبيريوم زنتريك ارتري صح، الانفيريوم زنتريك ارتري صح. لا ما جبناش سيرته اصلا. يبقى الاجابه A و B. تمام. الفولوينج ار كاركتر، ذا فولوينج ار كاركتر بتاع الاليوم، كل ده تبع الاليوم عادي. هو مر في الابيدستريك ريجون صح ملي، هو سن ايوه، لان الجدار بتاع الجيجينوم قلنا ان هو سيكر اكتر منه، فهو سن اه يعتبر سن. هو في مور اماونت من الفات في الميزنتري اللي ما اعرفوش، بعديه لحد ما الاقي حاجه متاكد ان هي غلط، بس هو مور اوف فات. لا مش مور صح يعني، دي صح ايوه، كان في فات في الميزنتري. اتس لينس مور ذان جيجينوم، يعني طوله اطول من جيجينوم. ايوه صح، ده كان هو 3 اخماس، جيجينوم كانت 50 بس، فهي دي الجمله دي صح. هو هاز ليس بلاد سبلاي، ليس بلاد سبلاي ايوه صح، ايوه هو ليس بلاد سبلاي يعني جيجي. هو ليس بلاد سبلاي اقل طولا، هو سن، هو في الابيدستريك ريجون، يبقى الاجابه الخطا هي المور اماونت اوف الفات. تمام تمام. عندك ريجارد الكاركترايزيشن بتاعت جيجينوم، وان ستيت از رونج، ايه اللي غلط؟ ان هو في الامبلايكال ريجون، ما دي صح. الميزنتري هاز سمبل ارتيريال اركيتس صح، سمبل اركيتس دي معنى ايه؟ ان في البرانشات اللي هي رايحه للجيجينوم ما فيهاش تعقيدات قوي، يعني اللي هو ما فيهاش بازا ريكتا واللي هي عامله كده، لا هي بتكون سيمبل، بتكون برانشات كده سيمبل خالص، وما فيهاش تقطيع كتير، فاهمني؟ مش عارفه اشوفها لكم في الصوره كده، مش عارفه هي في الصوره ولا ايه، ثواني. ايوه البرانشات دي اللي انا قصدي عليها، البرانشات دي بيقول ان هي في الجيجينوم اهو، حتى بص بتكون سيمبل شويه، بتكون مطوله كده شويه، لكن هنا بتكون متشبكه اكتر، فده المعنى يعني للاختيار ده يعني. يبقى انا ايه قلت ان هي في الامبلايكال ريجون صح، في الميزنتري هي سيمبل ارتري صح، هي سيمبل فعلا، هي بيل ان كلر، لا طبعا مش بيل، لانها مور بلاد سبلاي، فهي بتكون ريدر، بتكون ريدر، فالاجابه دي هي غلط. تمام بس كده الحمد لله السمول انتستين تعتبر كده خلصت، وحلينا كام سؤال عليها. يا رب اكون قدرت اوصلها صح، او قدرت افهمها لكم بالشكل المظبوط. نذكر ربنا في اخر كل حاجه، وفي اول كل حاجه نذكر نفسنا واياكم بذكر ربنا سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ونصلي على سيدنا محمد ونستغفر ربنا، والى ان نلقاكم في البارت الثاني بتاع اللارج انتستين. يلا السلام عليكم.